بسم الله الرحمن الرحيم. حصة الرياضيات طلبة الصف الخامس اليوم إن شاء الله يا خامس رح نبلش بدرس جديد اللي هو مقارنة الأعداد العشرية وترتيبها. في البداية يا خامس، مر معنا في السنوات السابقة كيفية مقارنة الأعداد الصحيحة، إذا كانت مكونة من 3 منازل، 4 منازل، 6 منازل إلى آخره. حكينا إنه الأعداد الصحيحة يتم مقارنتها بوضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي، ودائما كانت أول خطوة نعملها اللي هي عد المنازل، والخطوة الثانية اللي هي نبدأ المقارنة من اليسار إلى اليمين. اليوم إن شاء الله تعالى رح نتعلم كيفية مقارنة الأعداد العشرية وترتيبها. في البداية رح أبدأ باستكشف في صفحة 17. استكشف بحكي لك تحتوي تفاحة خضراء على 906 جرام بروتينا و 391 بالألف أو من 1000 جرام دهونا. ما مكون التفاحة الأكبر، الدهون أم البروتين؟ طبعا زي ما معنا بكتاب العلوم، الدهون والبروتين هي من المجموعات الغذائية الخمسة التي يحتاج إليها جسم الإنسان. الآن بدي أعمل مقارنة بين كمية البروتين وكمية الدهون ونشوف مين أكبر. بحكي لك إنه البروتين كان 906 من 1000، أما كمية الدهون فكانت 391 من 1000. بدي أعمل مقارنة بين هدول الكسرين. لاحظ دائما حكينا المقارنة تبدأ من اليسار إلى اليمين، فأول شيء أنا بقارن العدد الصحيح، بقارن مقدار العدد الصحيح. ودائما يا خامس خذ العدد الصحيح مش منزلي منزله، ناخذ العدد الصحيح كعدد كامل. يعني كيف يعني عدد كامل؟ يعني أنا باخذ في عندي هون صفر وهون صفر، عددين متساويين. الآن ننتقل إلى منطقة الأجزاء. عندي هون الجزء من 10 هو 3، بينما الجزء من 10 هنا 9. التسعة أكبر من 3، إذا نلاحظ أن كمية البروتين أكبر من كمية الدهون في التفاحة. إذا نبدأ المقارنة من اليسار إلى اليمين، نبدأ بالعدد الصحيح ثم ننتقل إلى منطقة الأجزاء. نستعرض المثال الأول صفحة 17. المثال الأول أقارن بين العددين العشريين في كل مما يأتي باستعمال الرمز أكبر أو أصغر أو يساوي. طبعا بدي أبدأ في المقارنة، ما في داعي أرسم خط الأعداد، رح نقارن بشكل سريع. نبدأ من العدد الصحيح 9 9، الأعداد الصحيحة متساوية. ننتقل الآن إلى منطقة الأجزاء. الجزء من 10 9 9، جزء من 10 متساوي. ننتقل الآن إلى الجزء من 100 2 4، الأربعة أكبر من 2، إذا العدد العشري 9.94 أكبر من 9.92. ننتقل إلى المثال الثاني صفحة 18. عندي العدد الصحيح 5.984 من 1000. بدي أقارنها مع 5.981 من 1000. نبدأ المقارنة، نبدأ من العدد الصحيح 5 5، الأعداد الصحيحة متساوية. ننتقل إلى منطقة الأجزاء، أول جزء اللي هو جزء من 10 9 9 متساويين، جزء من 100 8 8 متساويين. ننتقل إلى الجزء من 1000، عندي 4 1، الأربعة أكبر من 1، إذا نضع إشارة أكبر باتجاه الكسر 5.984 من 100. الآن سنقوم بحل أتحقق من فهمي صفحة 18. في أتحقق من فهمي نفس الشيء مطلوب مني أقارن، أقارن بين العددين العشريين فيما يأتي باستعمال الرمز أكبر أو أصغر أو يساوي. العدد الأول حكيت لكم أنا باخذ العدد الصحيح ككل، يعني هون عندي العدد الصحيح 99، عندي هون العدد الصحيح 99، الأعداد الصحيحة متساوية. الآن ننتقل لمنطقة الأجزاء جزء جزء. الاثنان اثنان
إذن جزء من 10 متساوي. ننتقل الآن إلى الجزء من 100. 5 1، الخمسة أكبر من الواحد، إذن نلاحظ أن العدد العشري 99 و275 من 1000 أكبر من العدد العشري 99 و217 من 1000. رقم 2، نبدأ بالعدد الصحيح. العدد الصحيح هنا 145 وهنا 145، الأعداد الصحيحة متساوية. ننتقل إلى الأجزاء. الجزء من 10، 7 6، السبعة أكبر من الستة، إذا نلاحظ أن العدد العشري 145 و748 من 1000 أكبر من 145 و645 من 1000. الآن بعد ما تعلمنا كيفية مقارنة الأعداد، سننتقل الآن لترتيب الأعداد تصاعدياً وتنازلياً، يعني تصاعدياً من الأصغر إلى الأكبر وتنازلياً من الأكبر إلى الأصغر. بنفس الطريقة نستعرض مثال رقم 2، سباق. أنهى خالد سباقاً في 8 و16 من 1000 دقائق، وأنهاه ماجد في 7 و3 من 100 من الدقائق، بينما أنهاه مهند في 8 و16 من 100 دقائق. أرتب الأزمنة من الأصغر إلى الأكبر، ومن هو الفائز؟ علما بحكي لك نرتب، لاحظوا، من الأصغر إلى الأكبر، يعني تصاعديا، منا تصاعديا، الفائز هو الذي أنهاه في أقل مدة. طبعا كيف رح نعمل بالترتيب؟ هاي الأعداد اللي عندي، بنبدأ أول شيء حكينا بالعدد الصحيح، في عندي هنا 8 7 8، مين أصغر عدد؟ السبعة. لاحظ إحنا رح نكتب من اليسار إلى اليمين، فأصغر عدد هو السبعة، فبنكتب هذا الكسر 7 و3 من 100، هذا أصغر عدد، أنهينا. الآن بنيجي للعددين اللي ضلوا، العددين العشريين اللي ضلوا، بنقارن بيناتهم منزلة منزلة. حكينا 8 8، هلا نيجي لمنطقة الجزء من 10، هون عندي 1 هون 0، مين الأصغر، الواحد ولا الصفر؟ أكيد الصفر أصغر، فبنكتب 8.016. لاحظ ما إلي علاقة بعدد المنازل، مش لأنه هون 3 منازل أكبر، إحنا عم نقارن جزء جزء، الصفر أصغر من الواحد، إذا أنهينا. ضل عندي آخر كسر اللي هو 8.16 من 100. نلاحظ أن ماجد أنهى السباق أول، بعدين إجا خالد، بعدين مهند. من الفائز؟ الفائز هو الذي أنهاه في أقل وقت اللي هو ماجد. إذن الإجابة الصحيحة ماجد، لأنه أنهى السباق في أقل مدة زمنية. ننتقل الآن إلى أتحقق من فهمي صفحة 19. ذهبت جنى إلى السوق واشترت 1.65 كيلوغرام من السكر، و2.587 كيلوغرام من الدقيق، و2.564 كيلوغرام من الملح. أرتب مشتريات جنى من الأصغر إلى الأكبر، لما نأخذ الأصغر. الآن حكينا لما نبدأ المقارنة نبدأ من الأعداد الصحيحة، 2 2 1، أصغر رقم هو الواحد، إذا 1.65 هذا السكر، أنهينا. يظل عندي هدول العددين العشريين، نبدأ المقارنة بيناتهم، 2 2 5 5 6 8، الستة أصغر من الثمانية، إذا هذا هو العدد العشر الثاني، 2.564 اللي هي كمية الملح. ضل عندي آخر كسر اللي هو 2.587 هذه هي كمية الدقيق. هيك بنكون تعرفنا على آلية ترتيب الكسور العشرية أو الأعداد العشرية ومقارنتها. الحصة الجاية بنحل أسئلة أتدرب. يعطيكم العافية يا 5.